ديمقراطية على مستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال إعادة تشكيل مشاركتنا في قطاع الحكم المحلي في مثل هذه الورشات لإيماننا العميق لدور وأهمية دور المرأة في الهيئات المحلية، والتجربة السابقة اللي حصلت في الانتخابات 2004 و2005 كانت كثير إيجابية حول وضع القانون الكوتا النسوية في القانون الانتخابي، وبالتالي رفع مشاركة المرأة وكان فرصة يتيح لها للتأثير في صنع القرار والتدخل في رسم السياسات العامة لمجالس الهيئات المحلية، وبالتالي احنا معنيين في تعزيز هذا الدور وتقويته والحفاظ على دورية الانتخابات المحلية بشكل عام. المرأة في انتخابات السابقة عام 2004 للمجالس القروية والمحلية أحدثت اختراق، هذا الاختراق كان سابقة وجدا مهم للنساء الفلسطينيات، حيث وصلت ما يزيد عن 537 امرأة لعضوية هذه المجالس، طبعا من 2700 وكسور من العضوية. رغم أنه بنعتبر هذا الاختراق مهم إلا أنه هو اختراق متواضع، بنعتقد أنه إحنا بالوقوف على هاي التجربة وتقييمها ممكن أن نشكل رافعة لمزيد من النساء للوصول لهذه المواقع. القضية الأخرى اللي ركز عليها اللقاء اللي بنعتبرها جدا مهمة، أهمية البدء الفوري في إجراء الانتخابات للمجالس القروية والبلدية، لأنه هذا استحقاق قانوني يجب على، وطبعا أخذ مجلس الوزراء قرار في ضرورة البدء بالتحضير لهذه الانتخابات، ولكن نعتقد من المهم تحديد الجدول الزمني للبدء بهذه الانتخابات لأنها لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين وللناس. I think this panel is very very important and Palestinian Working Women's Society for هذه الورشة كتير كتير مهمة بما يتعلق بدور جمعية المرأة العاملة في تقييم أداء وتجربة النساء في المجالس المحلية والبلدية وأهمية مشاركتهم وأهميتها في بناء مجتمع ديمقراطي. طبعا كانت التجربة ناجحة أكيد، وبس كانت قاسية جدا وما بحب أكررها مرة تانية، لكن أكيد رح حكون داعمة لأي ست بتنزل في المجلس البلدي. واقعنا صعب جدا، الاضطرابات السياسية والنظرة للنساء بشكل عام في المجالس، يعني صعب إنه الست تحقق اللي هي بتفكر فيه، أو مش المجال مفتوح إلها إنها تنجز اللي حاطط ببالها. كتير صعوبات قد ما حاول الواحد يتغلب عليها، المرحلة الأولى كانت صعبة جدا، لكن ممكن إنه شو تعلمنا، خبرتنا اللي استفدنا ممكن نساعد الجيل الثاني اللي جاي. ورشة تتحدث حول أداء وتجربة العضوات في المجالس المحلية والبلدية، كون إحنا في مرحلة نتحدث فيها عن الانتخابات وموعد الانتخابات وتأجيل الانتخابات، وأعتقد إنها هي مرحلة حتمية لتقييم أداء وتجربة النساء، كونها التجربة الأولى للنساء في مراكز صنع القرار، وكان فيها وقت أفرزت فيها جهود المؤسسات النسوية والمجتمع المدني الكوتا لتؤمن وتضمن مشاركة النساء في مراكز صنع القرار، تجربة حديثة وتجربة تستحق الوقوف عندها حول أداء النساء في هذه المراكز، حول دعم المجتمع المحلي للنساء، حول تعاون وأداء الحكم المحلي وتفاعله مع تجربة النساء، أعضاء المجالس المحلية والمجتمع المحلي كيف تعاطى مع العضوات في المجالس المحلية، هم كمان مجال يطرحوا فيهم قضاياهم وهمومهم خلال التجربة اللي مضوا فيها، بالإضافة أنه إحنا في صدد مناقشة دراسة قمنا بإصدارها كجمعية مرأة العاملة مع الممول المؤسسة السويدية كفينة الكفينة ودعم الفرع طول كرم حول تجربة وأداء النساء في المجالس المحلية. سنناقش دراسة أيضا قام بها طلاب جامعة القدس المفتوحة حول أداء وتجربة الأعضاء وتحديدا العضوات في المجالس المحلية، ورشة ضرورية في هذه المرحلة وللوقوف عند الإيجابيات والسلبيات وأيضا لتوظيفها في خطة عمل 2010 بالتعاطي مع أداء العضوات المجالس المحلية ولتقييم أدائنا إحنا كجمعيات عمل مجتمعي ومدني في هذه التجربة.